فاسمحوا لي ان انا ابدا كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اود في بدايه حديثي ان اعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغه من اتواجد في وسط الاسره المصريه التي اعتز بها وبالانتماء اليها. تلك الاسره التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن امتنا العظيمه الامه المصريه العريقه التي بدات التاريخ وصنعت الحضاره وبقيت رمزا للخير والسلام والقوه. وانني اغتنم هذه الفرصه الطيبه كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف.